بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا تكملة ليسون ساوزن لجريد 3 في يونت 2. ده بارت 3 من الليسون بيتكلم عن ازاي اعمل كومبيرينج بتوين 2 نمبرز وازاي اعمل ترتيب لو اداني اكثر من رقم ارتبهم from descending و ascending. ده اللي هنعرفه دلوقتي. طيب اول حاجة لما يديني 2 نمبرز وعايز نعمل ما بينهم اقارن ما بينهم اعمل comparing between these numbers بعمل ايه؟ اول حاجة بعملها ان انا بعد النمبرز اللي عندي. انا عندي هنا ادي unit tens hundred thousand وهنا unit tens hundred thousand. تمام كده؟ طيب اول حاجة تاني حاجة هعملها بقى هعمل compare between thousand هنا والthousand هنا. هنا thousand nine وهنا thousand nine. طيب بعد كده اعمل compare between ال hundreds. ها هنا ال hundred 6 وهنا ال hundred 6. طيب بعد كده ال tens. ال tens هنا 3 وال tens هنا 5. ال 5 greater than 3 يبقى اذا 9635 smaller than 9653. طيب تعالوا نشوف النمبر اللي بعديه كده 7809 وهنا 7908. طيب اول حاجة هنا عندي unit tens 100,000 unit tens 100,000. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى في الثاوزند موجود ايه هنا وهنا. هنا 7 وهنا 7. تمام. طيب في ال 100 هنا 8 وهنا 9. طيب ال 9 greater than 8 صح كده؟ يبقى 7809 smaller than 7908. طيب تعالوا نشوف النمبر اللي بعديه. هنا 8548 وهنا 8458. طيب هنا الـ unit tens 100,000 وهنا زيها بالظبط. طيب تعالوا نشوف بقى الايه الـ 1000 هنا. الـ 1000 في الـ 1000 هنا number 8 وهنا number 8. طيب في الـ 100 هنا number 5 وهنا number 4. الـ 5 greater than 4 يبقى إذا so 8548 greater than 8458. طيب نشوف اللي بعديه هنا 1253 وهنا 1254. تمام كده؟ طيب هنا العدد النمبرز عندي هنا 4 وهنا 4. تمام كده؟ طيب نشوف بعد كده هنا في ال 1001 وهنا 1. هنا 2 في ال 100 وهنا 2. هنا 5 في ال 10 وهنا 5. طيب هنا 3 في ال unit وهنا 4. ال 4 greater than 3 يبقى اذا ده هو اللي greater than ده. طيب هنا 4167 وهنا 4097. طيب هنشوف بقى هنا طبعا الشيء عارفين ان ده كله هنا unit tens 100,000 وهنا برضو unit tens 100,000. طيب نشوف بقى ال 1000 هنا 4 وهنا 4. طيب نشوف ال 100 هنا 1 وهنا 0. ها ال 1 greater than 0 يبقى اذا 4167 greater than 4097. طيب تعالوا نشوف اللي بعديها 8573 وهنا 6573. طيب هنا 8 في 1000 وهنا 6 يبقى ده طبعا هو اللي greater than ده. 2947 1943. هنا 2 في 1000 وهنا 1 في 1000 طبعا يبقى ال 2 هي اللي greater than 1. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعديها دي كده بيقولي 5432 وهنا 2 plus 30 plus 400 plus 5000. طيب تعالوا نطلع الناتج ده الأول. هنا 5000 يبقى عندي 5 في 1000. 400 يبقى 4 في 100. تمام كده؟ 3 في 30 في 10 يبقى 3 في 10 و 2 unit. ها هنا هيبقى النمبر هنا 5 1432 وهنا 5432 يبقى r equals. طيب 6740 خلاص. والنمبر الثاني 6045. تعالوا نترجم ده كده الاول من letters لديجيت
6000 يبقى عندي هنا 6 في 1000 700 يبقى 7 في 100 and 40 and 40 يبقى ادي 40 اهي تمام كده. طيب ده 7645 هنا 6 في 1000 وهنا 7 في 1000 لا 7 greater than 6 يبقى 6740 smaller than 7645. طيب نشوف اللي بعديها هنا بيقول لي 1968 ومديني النمبر الثاني 1968. طيب تعالوا نشوف كده نترجم ده الاول لديجيت هنا 1000 ها 1 في 1000 9 في 100 900 يبقى 9 في 100 and 68 تمام كده. طيب هنا 1968 وهنا 1968 يبقى r equals تمام كده. طيب نشوف الجزئية اللي بعد كده اللي هي ordering numbers from ascending and descending. ازاي بنعمل ترتيب ascending و descending؟ عارفين ان الascending ده اللي هو from the smallest to the greatest طالع السلم من الصغير للكبير. ascending يعني باخد الصغير الاول وبعده الاكبر وبعده الاكبر يبقى من الصغير للكبير. descending ها من الكبير ببدأ من الكبير للصغير. طيب هنا بيقول لي arrange in an ascending 9835 4782 3526. طيب تعالوا نشوف كده بقى هنعمل ascending بتاعنا ايه. هنا عايز يعني من الصغير للكبير هنبدأ من الصغير للكبير. طيب احنا اتفقنا بنعمل comparing between ايه كلهم هم ارقام thousands يبقى هنعمل comparing between ها thousand هنا 9 هنا 4 هنا 3 هنا 5 هي هو the smallest number ها هنا هيبقى 3521 تمام كده 3521. هيجي بعديه ايه بعد 3 هنا ها الفور هنا فور في الثاوزند يبقى 4782. هيجي بعدي ايه ها هيجي بعدي 5336. هيجي بعدي النمبر ده اللي هو 9835 ده from ايه ascending. لو عايز descending ببدأ من الكبير خلاص from the greatest to the smallest إنما الascending from the smallest to the greatest. طيب هنا برضو مديني بيقول لي 2753 1287 5789 and 4621. طيب كلهم برضو أرقام thousands يبقى هنبص أول حاجة على thousand عندي هنا 2 وهنا 1 وهنا 5 وهنا 4. طيب اللي smallest فيهم ها هيبقى ال 1 خلاص يبقى اول the order is هيبقى 1287 تمام. وروح جاي اشطب عليه كده هيجي بعديه ايه ها ال 2000 يبقى 2753. هيجي بعديه 4 ها 1621. هيجي بعدي 5789 تمام كده. طيب arrange in a descending ها arrange in a descending. طيب الديسندنج بقى بيبقى from the greatest to the smallest. طيب تعالوا نقرا النمبرز اللي عندي الاول 8905 4687 5336 and 7124. طيب كلهم ارقام 1000 اهيت برضو يبقى هنروح جايين حاطين خط كده تحت كل الارقام ال1000 اللي عندي تمام كده. هنا عندي 8 هنا 4 هنا 5 هنا 7
ايه هو اكبر رقم الجريتست فيهم هو ال 8، تمام كده؟ يبقى the order is يبقى 8905. هيجي بعد ال 8 الاصغر من ال 8 مباشرة اللي هو 7، ها 7124. خلاص كده، ايه اللي اصغر من 7 هنا؟ ها هيبقى ال 5336. هيجي بعديه على طول اللي هو ال 4687. تمام كده، تعالوا نشوف اللي بعديها هنا 2567، 7562، 7265، 7752، 5762. تمام كده؟ طيب تعالوا أول حاجة بنعملها بنشد خط كده تحت الإيه؟ الثاوزند. تمام هي كده؟ هنا الثاوزند، هنا 2، هنا الثاوزند، هنا 7، الثاوزند هنا 7، هنا 7، هنا 5. طيب انا عندي 3 هنا 3 نمبرز، هي الثاوزند ايه بتاعهم؟ ايه 7. طيب هعمل هشوفهم، هشوف الثلاثه دول الاول انه واحد ايه الاكبر فيهم. طيب تعالوا نبص على ال 100 فيهم، هنا وهنا وهنا، هنا 5، هنا 2، هنا 6. طيب ال 6 هي الايه الكبيره فيهم، يبقى اذا the greatest number هيبقى 7652. واروح جايه عامله عليه كده، هيجي بعديها ال 2 ولا ال 5؟ لا ال 5 هي ال greater than 2، يبقى 7562. هيجي بعديه ال 7265. هيجي بعديه بقى هنشوف هنا، هنا 2 وهنا 5، لا ال 5 هي اللي greater than 2، يبقى 5762. هيجي بعديه 2567. بكده يكون انتهى ال lesson 1. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنزل لكم اكسرسايز على الليسون، هنحل مع بعض شوية اكسرسايز. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.